ما موجودين توا في منطقة أولاد الخشينة التابعة المعتمدية السيد الهاني من ولاية سوسة بضيافة عم الصادق. عم الصادق حالة بين حالات العائلات المعوزة اللي موجودة في سوسة واللي كما كنت ذكرت ليلى قبيلة شوية أنت ناس كل كي تحكي على الساحل تحكي عليها على أساس جنة ناس كل أمورها مدينة لهنا. عم الصادق كان تحكينا أكثر على الوضعية اللي تعيش فيها أنت مع خمسة صغيرات. والله وضعتي بالنسبة لنا وضعتي كتشوف وضعتي قاسية. نسكن في كوخ كوخ معناتها مسقب بالقش معناتها وبالتراب تصب المطر معناتها يدعم علي الماء معناتها حالتي كتشوف فيها معناتها كيما وريتك ذكري كاي معناتها تمشي كله ترنخ بالماء ولا ضو ولا ماء لا عندي شيء اسمه ولا عندي ضو ولا حتى شيء. هذا كجهتي يعني بنت المطر الكبيرة ذيك تحمى عليه الماء عندي كوخة فاي نسكن فيه ما نتعب عليه بالماء دبشي كله تبل الماء في السميد وكل كله ما نترنخ بالماء معناتها بيتنا وقفين لي لكن غاك تشوف معناتها الدش متاعي كيفيش معناتها الضوء ماشي سبحانه معناتها مطيش فوق نحتب وفوق نحتب عشو سعمل عارف في ظل الحالة هذه اللي انت تعيشها عم صادق تواجهت سلطة الإشراف معتمد فوالي الشؤون الاجتماعية تواجهت لهم شو معناها بنداء استغاثة الوضعية متاعك هذه شنو كان ردهم؟ والله ما زيني المعتمد رمزي عملوا لي تحسين ماسك ما نكتبش عليك تحسين ماسك ما معناتها أنا ما عمل لي شيء قاعد مع الحالة هي قاعد لكم في كروخ ما عندي ما نقول حتى شيء شو نقول فهمتي هذاك الحال الموجود عم تخلوا عم تصوروا فيه الحال الموجود عم تصوروا فيه وتخضروا